الشروق مع مراسلتنا العزيزة مريم سميح اللي هتعرفنا على أهم الأخبار الرياضية في الصحف وكل المواقع المحلية والعالمية. صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بصبح عليك يا كريم وبصبح عليك يا نهواند، وطبعا بصبح على زملائي الأعزاء محمد توفيق وكمان مينا ماهر. زي ما احنا متعودين انه دايما النادي الأهلي لما بيكون موجود في أي مواجهة مهمة بيكون اسمه هو متصدر جميع العناوين، فالنهاردة احنا معانا عدة عناوين عن مواجهة الأهلي أمام المريخ السوداني، وده طبعا في كافة الصحف المحلية وكمان العربية والعالمية. والبداية من صحيفة الشروق، الليلة في أولى مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الأهلي يبدأ رحلة النجمة العاشرة بمواجهة المريخ السوداني. يمكن كان في عدة عناوين كمان فرعية لهذا الملف، موسيماني يخشى الإرهاق وأجايي يعود للتشكيلة الأساسية ومدرب الفريق السوداني يبحث العودة بنقطة التعادل أمام ثالث العالم. يمكن كمان التقرير يعني كان في نقطة بارزة جدا هي أن دي المواجهة الخامسة أمام المريخ السوداني، وكان اللقاء الأول بين الفريقين يعني عام 1983 في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا، وكمان انتهى بفوز الأهلي 1-0 واللي أحرز الهدف طبعا الأسطورة محمود الخطيب. كمان في مباراة الإياب تعادل الفريقين سلبيا، وكانت المواجهتين الثالثة والرابعة في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2002 لدوري الأبطال ولقاء دور الـ 16. كمان من موقع اليوم السابع، الأهلي يتسلح بروح برونزية المونديال في مواجهة المريخ السوداني الليلة. يمكن تقرير اليوم السابع اتكلم على أن يعني لاعبي النادي الأهلي عادوا من كأس العالم للأندية بعد حصولهم على البرونزية طبعا بروح مرتفعة ومعنويات مرتفعة، ولكن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يعني حذرهم من هذه الروح المرتفعة علشان لازم برضو يدخلوا عاملين حساب كبير جدا للمريخ السوداني، وكمان يعني اتكلم معاهم في طريقة اللعب وازاي ممكن يكون التشكيلة. كمان اتكلم معاهم على ان هم لازم يركزوا كويس جدا خلال المباراة، خاصة انه المشوار الافتتاحي ليهم اليوم بدوري ابطال افريقيا بدور المجموعات. يعني يمكن كمان اتكلم التقرير عن انه الانجاز الكبير اللي حققه النادي الاهلي بكأس العالم للأندية يمكن ان هو يخلي الاهلي يعني يستهل هذا المشوار بالفوز المحقق. كمان قال بيتسو موسيماني او عقد معاهم اكثر من يعني جلسه، وقال انه عايز يعرفهم على الخطه واسلوب اللعب ومعالجه الاخطاء كمان اللي حصلت على مدار مباريات كاس العالم للانديه، وكمان وجههم ان هم يستغلوا الفرص السهله امام يعني شباك الفريق الاخر وما يضيعوش الفرص وان هم يحسموا المباراه خلال الشوط الاول. في المقابل كمان بيدخل المريخ السوداني بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، لأنه حضر نصر الدين نابي المدير الفني للفريق لاعبيه من قوة النادي الأهلي طبعا وخطورته والدوافع اللي بيدخل بيها لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة، وعلشان كده هو بينوي اللعب بطريقة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم وعدم الاعتماد على الدفاع فقط أمام النادي الأهلي، وكمان قال إن هو محتاج إن هو يعني يعتمد على تضييق المساحات أمام النادي الأهلي. ومن صحيفة الشروق أيضا، الليلة عودة دوري أبطال أوروبا، برشلونة يستضيف باريس سان جيرمان وليفربول يخوض اختبار صعب أمام لايبزيج. يعني برضو الشروق اتكلمت عن انطلاق دوري أبطال أوروبا الليلة وعن مباراة ليفربول تحديدا، واتكلمت على أنه هتكون هامة جدا. يمكن كمان قالت إن ميسي بيبحث عن لقبه الأخير قبل الرحيل، وده طبعا لأن في كلام كتير جدا إن ميسي ممكن يروح باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي خلال ميركاتو الصيف المقبل، ده طبعا بعد تعرض ميسي لمشاكل كتير جدا مع نادي برشلونة خلال الفترة الماضية، وتحديدا يعني عقب انتشار جائحة فيروس كورونا بسبب تعرض برشلونة لأزمة مالية، وده اللي خلى كان في بعض المناوشات ما بين ميسي
وبرشلونة. كمان من الإمارات اليوم محمد صلاح: نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال. يعني بسبب المواجهة الصعبة اللي بيدخلها النهاردة ليفربول أمام لايبزيج الألماني في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بعد طبعا سلسلة من النتائج المتخبطة خلال الفترة الماضية وخاصة في الدوري المحلي، وده طبعا اللي حرم ليفربول إن هو يحصل على اللقب. يعني يمكن الفرعون المصري محمد صلاح حب إن هو يحمس جمهور ليفربول لهذه المباراة، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: كانت فترة صعبة لأسباب عدة، نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال، في النهاية لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم على أساس النتائج التي حققناها أخيرا، هذا وعدي لكم جميعا. عايزين نقول إن النهاردة يعني يحتاج ليفربول للنتيجة جيدة جدا في دوري الأبطال ده طبعا علشان يعني يعوض جمهوره عن التخبط اللي مر بيه خلال الفترة الماضية. أما من اليوم السابع مجلس اليد يناقش خطة إعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو في اجتماع اليوم. النهاردة هيكون أو هيعقد مجلس إدارة اتحاد لكرة اليد اجتماع لمناقشة العديد من الأمور الهامة، وكمان أبرزها مناقشة خطة إعداد المنتخب الأول للمشاركة في أولمبياد طوكيو ولقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر ليوم الخميس المقبل في دوري المحترفين واللي هيكون بدون جمهور بعد تعديل مكان الصالة اللي هتكون عليها المباراة واقتراب استاد القاهرة من استضافة هذه المباراة بدلا من صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. ومن جهته كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد عن إقامة قمة دوري محترفين كرة اليد في الجولة الرابعة بدون جمهور زي ما التقرير ذكر في الأول. كمان تم إبلاغ الاتحاد الأسبوع الماضي أنه سيتم تغيير أو عدم لعب مباريات على هذه الصالة عدة أسباب أهمها أسباب مالية. ومن المقرر كمان أن يشهد اجتماع اليوم وضع الخطوط العريضة لإعداد المنتخب للأولمبياد بعد احتلال المركز السابع على العالم في البطولة التي أقيمت يعني على أرض مصر خلال شهر يناير الماضي. وفي ختام جولتنا الصحفية عايزين طبعا نفكر كل مشاهدينا بمباريات اليوم. يعني أكيد طبعا في دوري أبطال إفريقيا الأهلي والمريخ السوداني في تمام الساعة 9 مساء، كمان في الدوري المصري البنك الأهلي ومصر المقصة في تمام الساعة 2:30 ظهرا، كمان في كأس مصر سموحة ودكرنس في تمام الساعة 2:30 ظهرا، وأخيرا في دوري أبطال أوروبا لايبزيج وليفربول في تمام الساعة 10 مساء، وكمان برشلونة وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساء. يمكن كانت دي جولة لأهم العناوين الصادرة صباح اليوم، وأهمها طبعا اسم الأهلي المتصدر واللي بنتمنى له النهاردة التوفيق في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. بشكركم جدا والكلمة ليكم مرة أخرى. مريم سميح زميلتنا العزيزة، بنشكرك جزيل الشكر.